كملت الدراسات العليا تاعي في الليسي زينب أم المساكين. بون نيشافي ذاك الوقت تاع ليبوك، رديت الباك بشعره. بعد دورتها على بالك، رايح جاي. بون بعد علي زدت شويه في لافيتاس جبته الحمد لله. هكي متواضع. الله يسلمك. والشهرة تاعك سبقتك دكتور. بون هكذا. مازال حاجة برك ما عرفتهاش. وش؟ ودا أنت مزوج. ياك لاباس. نورمال. أفوه وش قلت لي؟ حبيت برك نعرف إذا أنت مزوج ولا لا. لا ضرب ماما أوف تقدري تقولي جمعي وش بك لابس طبلية بيضة؟ وراني يا ربي وراني. كي غلطة يا مدام. كي غلطة بالبزاف يا مدام. شك تخرف؟ انا دكتور حواس، انا راني هنا باش نداويك. شك تخرف عليا؟ شك تخرف؟ كي كنت جمعي راجلي. سمحي لي يا مادة، انا ماني مرتك ما كي راجلي. اروح يا طفله صغيره روحي. يرحم باباك قولي ليمك باللي انا ماشي باباك يرحم يمك. ماما وسام ديري في بالك باللي بابا دوكا ما ولاش بابا دكتور حواس. على بالك باللي لانتوكسيكاسيون الاثار تاعها كي تطلع للمخ تقدر بنادم يختل يعني يهبل، وانا هاد المهابل هذوما نشمهم على ان كيلومتر. صح صار مرض غير شويه رجعتني مهبوله. والله مليح يعطيك الصحه، عندك الحق. انا المهبوله تزوجت بواحد كيما انت. هيا خلاص مر ركديها. احترمي شويه اطيب، احترمي المسؤولين، احترمي كرام دراري. هو رزقي، ها هو راي سارة وحشت ولادها مسكينة. رزقي تعرف حتى يسمعوا تاع المساعدين تاعك؟ نو ربي لا تكون سمعتني كي قدمتهم لك. على بالك الانتوكسيكاسيون الاثار تاعها في العقل يقدر الانسان ما يعرفش يفرق بين الحقيقه والخيال. شوفي روحي انت يا كيش ما تخدمي لهيك، خليني دوكا نسلك بها ندير لا كونسلطاسيون. فهموني وش صاير، فهموني جمعي، فهمني فهمت والو على شكل لابسه هكذا وانا وراني وش صاير هنايا. راسي راح يتفلق عليا يا ربي، راح ندوخ جمعي. دوخي وخلينا ندوخ في غرفه مريض. فهموني على فهموني ماما وبعد نفهمك ومن بعد يا ربي. شنو هذا حبيت تسروا لي الباب؟ الشرطه جانا امر باش نفتشوا هذا الدار، تبعوني. ايما بصرا شد المصيبه اللي طحت عليا. الانسبكتور فهم. وراء الجمعي او هنا الجمعي راح عند السبتي. السبتي شكون هذا السبتي؟ كومبليس ولا عايش معاكم هنا في الدار؟ مرتو زيدت هنا في هذا الدار، ما عرضهم راحوا للطهاره تاع الزعتر. الزعتر وليد السبتي. انا تاني كنت معروضه معاهم. اي صح الله غالب الجمعيه لعب هذه في القرعه. واش من قرعه؟ شحال عندهم اللي راحوا؟ عندهم 3 ايام. راحوا صباح بكري. اما لا باش نفهمك يا الحاج جا بلي الجمعية دبر كل شيء من الأول. السبتي ما هو إلا سبع في نفس النهار. الجمعية خططه هو وجمعته وسرقوا ذهب قيمته تفوت مليار. يا وختي عليه بيارك وتحوسوا عليه. علاه ما تشوفيش الأخبار؟ لا أنا نشوف المسلسل تاع مهند هذاك تاع السبعة. جيت تلعب معاه نور.
انت روح السنانه برا. الانسبكتور حوسنا كاع الدار ما لقينا حتى واحد من هذوك عائلة السراقين. ايه عاشاك اسمع مالك تتهضر على بنت اختي وولادها؟ حنا ولاد الفاميليا، حنا عمرنا ما نمسوا حوايج تاع الاخرين. راك تسمع حنا ما رمناش فحاصين. هذيك بكري الحاج جا الجمعي هو دوك دخلهم في اللعبه. ها الجمعي هو اللي سيرفو وسح سيرفو. مسكين هذاك طويل بلا فايده. لا لا انسان صح قاطع وشويه كذاب. اسمع اسمع شحال من واحد نسى التليفون تاعو في الطوموبيل تاعو وشحال من فاليزه تصابو تاع الدرام حتى يحوس على ماليها ويرجعها لهم. اما الجمعي ماهوش فحاص. راك تسمع على كل حال العود اللي تعميه يا حجرك. العود اللي تحقره يا عميك انسبكتور. كيف كيف يا اخي الحجره فيها فيها. الحاجة اللي حبيت نفهمها يا الحاج جا السؤال اللي يقعد دايما يطرح نفسه بإلحاح عندك تليفون تاعي واش ندير بك انت يا تاع واحد عائلة الجمعي ولا الجمعي؟ تاع عائلة الجمعي هم قاع هيك في الكارني ها هم لك. اما الجمعي يبي بيلي برك ما على باليش. اما لا اذا بيبالك ولا كاش واحد عيط لك قولي لهم يخموا مليح باش يسلموا نفسهم. بيدرو وليد اختي على سلامتك. الوثائق تاعك اخي اخي كيما تجوزت لاباف والديوانه تبعثوني حتى للدار. كنت مسافر؟ لا كنت في ميلانو تجوزت يا فات وليد. علاش ممنوع؟ انسبكتور ما كانش الميلانو كان في الطليان ريح سوت سمانات. وعلى وين جاي ميلانو؟ في أوروبا. ملا كي صارت سرقة تاع ذهب ما كنتش هنا كنت مسافر يا سي بدر الدين. سرقة خدت بالي ما فهمت واش صرا. مصيبة طاحت علينا بعد نفهمك. وانت عيط للرجال وهبط ومن بعد فهمك ميلانو وين جاية. حاضر انسبكتور تبعوني. وانتوما عندي امر لازم تنفذوه. ممنوع عليكم تغادروا الثوره في الوطني حتى تفرح لافير. هذا وين وسط حضارتنا؟ ما عندي وين نروح. ما نغادرش ثوره في الوطن. يلا احكي لي خاتي بالك واش هذا؟ عمري في ليزيشونطيون تاع الدم تاع المراه اللي قاعده معاك في الكلوح. ايه صح تحزن تعطيني الاسم ديالها ما نقدرش نخليها عندنا شهر. معليش نقعدوا شهر. كيفاش هذا نقعدوا شهر؟ شهر بزاف دكتور. تفضلي نقعدوا شهر واش اللي نهضر معاه؟ لازم نبعث ليزيشونطيون العاصمه شهر ابخي باش يعطيني نتائج تاع التحاليل. بزاف على بالك احنا نسحقوهم اليوم. خير قبل يعجبهم. اي صح نسحقوهم اليوم. شوفي كيف هذه الليله انا اخوك عند ربي. يعني هذه حاجه ماشي سهله ما عندناش مخابر مليحه لهنايا. ما عندكمش ميكروسكوب؟ عندنا واحد لابوغاتوار قديم ما نخدموش فيه في واحد وسائل محطوطه على بالكم اللي ما يسمحبوش يخدموا في مدينه صغيره. البان باتو لي زيشونتيون العاصمه. وين جاي هذا المخبر؟ الباب الثاني على اليمنى. رزقي اين نروح؟ ما قلت ليش كي متزوجة دكتور حواس. كيف تحوس؟ كلش مليح. ما فهمتش انا واش كاين. مازال عندها الحمارة سهرة اليوجع لحمها كامل راهو يسطر. على بالكم بلي هادو لي سيمبتوم تاع واحد تسمم. ايه تسمم بصح شكون راح يسمم ديما انا؟ لازم برك نفكروا برك. تبعوني مليح. لازم لها اوبيراسيون. الله يرحم بابك. بارك حسب روحك صح دكتور هاوس. على بالكم باش نداو واحد متسمم لازم نعرفوا واش كلا بالضبط. على بالكم لو كان نغلطوا في الدواء ديالو نقدروا نقتلوه بعد
هذا الشر. هذا الشر مش دانا هذه، مش دانا هذه بنتي. لازم نفكروا واش درنا من البارح حتى اليوم. واش كلينا وين كلينا. ومام يماكم لازمنا نفكروا واش دارت من البارح اليوم. أبار لينا تتزكى عليا بيان سور. واش كلينا؟ كلينا شويه بيتزا. بعد ما صعدنا الطوموبيل.